مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن 5 سنن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى هي صلاة الوتر. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الوتر بشكل منتظم. صلاة الوتر هي صلاة اختيارية تصلى بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر. وقد أكد النبي على أهمية أداء هذه الصلاة وأنها سنة مؤكدة. السنة الثانية هي الصيام التطوعي. بالإضافة إلى صيام شهر رمضان المفروض، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصوم أياما تطوعية خارج شهر رمضان، من بين هذه الأيام صيام الاثنين والخميس بانتظام، ويعتبر صيام هذه الأيام من السنن المستحبة. السنة الثالثة صلاة الضحى. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الضحى، وهي صلاة تصلى بعد طلوع الشمس بقليل وقبل صلاة الظهر. صلاة الضحى من السنن المستحبة وتعتبر فضيلة عظيمة. السنة الرابعة قراءة الأذكار اليومية. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتني بقراءة الأذكار اليومية، مثل أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الطعام والشراب. وقد أوصى المسلمين بقراءة هذه الأذكار للذكر والحمد والتوكل على الله. السنة الخامسة صدقة الجار. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحث على إعطاء الصدقة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ومن بين صدقاته المستحبة صدقة الجار، حيث كان ينصح بإعطاء الجار حقه ومساعدته في الحاجات الضرورية. هذه هي 5 سنن مهمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في فيديو جديد لتكملة سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.